الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم تشغيل أذكار الصباح في مصلى الجامعة للبنات كل يوم فترة الصبح فقط؟ الحمد لله، إذا كان هذا من باب تذكيرهن وتعليمهن فإن هذا لا حرج فيه ولا بأس به، فإن رفع الصوت بالذكر وإن كان السنة فيه الإخفاء، إذا كان رفع الصوت به من باب تعليم الجاهل فإن هذا لا حرج فيه، فقد رفع عمر رضي الله تعالى عنه صوته في المسجد وهو يصلي بالناس بدعاء الاستفتاح ليعلمهم سنته، وكذلك رفع ابن عباس رضي الله عنهما صوته بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس سنة الصلاة فيها كما في صحيح البخاري وغيره. فإذا رأى الموجهون والإداريون إهمال البنات في الأذكار ثم ذكروهم وعلموهم بتشغيلها في الصباح لهم ليرددوا معها حتى يتعودوا عليها ويتعلموها فإن هذا مما لا حرج فيه، وهذا من التواصي بالخير والتعاون على البر والتقوى، والإنسان قوي بإخوانه المؤمنين وضعيف بنفسه، فنحن نغفل كثيرا عن مثل هذه الأذكار وننساها، ولكن إذا رأينا من يذكرها ويعيننا على تذكرها فإننا نحافظ عليها. فأرى والله أعلم أن هذا من عمل الخير الذي تؤجرون عليه، والله أعلم.